نكمل الألف ب. احنا خدنا ايه؟ صاد صداقة. ناخد ضاد، ضبط النفس. ضبط النفس مشكلة بيوت كتيرة قوي دلوقتي. انا بكلم عما يحدث حاليا في البيوت، في عيوب ميجر في التربية، منها الزعيق الكتير قوي في البيوت. اغلب البيوت، وبيوت مسيحية وبيوت خدام، تلاقي الصوت العالي ومحدش عامل مجهود في كنترول اعصاب. امهات طول النهار تزعق في موضوع المذاكرة، ورجالة تدخل تزعق في موضوع الاكل مثلا، او موضوع توضيب البيت، او اسبابها كتير. الحقيقة الطفل اللي طالع بابا ومامته مش عاملين كنترول على نفسهم في اعصابهم في لسانهم، الحقيقة ده بيطلع مشوه نفسيا، مشوه نفسيا بجد. واحنا بنشوف جيل شباب طالع لنا دلوقتي الانكزايتي والديبريشن والفوبيز والعماله تعلى، وكل ده ريليتد للي شافوه في اول 10 سنين. انا مره طفل جاي بيقول لي انا بخاف من ماما عينيها بتطلع نار. طبعا هو شافها في النينجا تيرتلز او حاجه، فحس ماما شبه النينجا شويه. فايه بس ازاي طفل يبقى بيترعب من مصدر امانه؟ شوفوا قد ايه اتقلبت الحكايه، هيطلع شكله ايه بعد كده لما تكون مامته اللي هي المفروض تدي حب وحنان وامان، هي اصبحت مصدر الرعب من صوتها العالي ومن وشها الجميل ده. يبقى ضبط النفس ده، دي فضيلة لازم يتحلى بها كل أب وأم. ولما بقول مش بس أب وأم، كل من يربي، لأنه أنت كطبيب ممكن تكون بتربي الاستاف بتاعك، أنت كخادم مدارس الأحد بتربي أطفال. ففكرة التربية هي مش واقفة بس حتى على البيوت، هي مبدأ كبير، علم كبير، الدسبلين ده يعني لازم ناخده من المسيح نفسه. ربنا يسوع كان بيجي له استفزاز كتير جدا، اليهود دول كانوا مستفزين جدا، وكان بيجي له استفزاز من تلاميذه، لأن تلاميذه يعني مش ما كانوش أحسن عينة خالص، كانوا ملخبطين في طباعهم في صفاتهم. ده كان عنده واحد غيور يعني بتاع شباب الثورة، وكان عنده صياد طالع فيها، وكان عنده عشار الفلوس شغلاه، وكان عنده يعني كان عنده كل العينات. لكن 3 سنين طلعوا قديسين كلهم، وخدوا من نفس المصدر، وكلهم تشبهوا بالمسيح، ووقعوا وقاموا كتير. يعني التربية مش معناها انك هتمن قلت كلمة خلصت، لا، قلت كلمة وخلصت، ما كانش حد غلب، تقول تاني وتقول تالت وتفضل انت قدوة. طبعا لما تيجي القاف هتبقى قدوة. ارجع لضبط النفس. ضبط النفس فكرنا بآية جميلة قالها سليمان، مالك روحه خير ممن يملك مدينة. يعني مالك روحه اللي هي فكرة السلف كنترول. اوكي، انت اتضايقت، كويس، كلنا بيجي لنا مواقف نتضايق منها، هتقول ايه؟ هيبان عليك ايه؟ المضايقة لوحدها مش خطية، لانه اللي ما يتضايقش على حاجة غلط يبقى هو غلط. يعني لما تلاقي حاجة ماشية غلط الطبيعي لازم تغضب داخليا، دي مش خطية، لان ربنا بيغضب على الغلط بس ما بيغلطش، فاهمين؟ عشان كده الكتاب قال اغضبوا ايه ولا تخطئوا. يبقى الغضب في حد ذاته اللي هو رياكشن الرفض الداخلي لوضع غلط. لما تلاقي مثلا سرقه في مكان، شيء يضايق، تلاقي واحد مفتري على واحد غلبان، لازم تتضايق. ومضايقتك دي ده لانك امتداد لصوره الله، لان ربنا ما بيعجبوش كده، فده يؤكد انك انت مخلوق على صوره الله، فانت كمان مش عاجبك كده. بس ما يأتي وراء رفضك للوضع هو ده بقى اللي نتكلم فيه، من أول وشك وتعبيراته للسانك لقراراتك، هو ده بقى اللي عاوز ضبط، عاوز كنترول. أحيانا تتضايق من وضع بس ما يبانش على وشك خالص، تفضل مبتسم، وأحيانا تكشر، أوكي، بس لازم تبقى أنت كنترولينج وشك. هتقول كلام. على فكرة المسيح مرة مسك تلاميذه، سوري في التعبير، غسلهم. ما تقروا مرقس 7 لأول مرة نكتشف كده، 7 كلمات زي الرصاص في تلاميذه. عارفين امتى؟ من رغم انه كان مشجع جدا وحنين جدا، لكن كان وقت الشدة شديد،
لما قعدوا يتكلموا على قولت ما عندناش عيش، وهو بيقول تحرزوا من خمير الفريسيين، وقالوا طب هنضطر نشتري ونخبز، طب احنا ما جبناش ما عملناش حسابنا، فكروا بطريقة كده ايه ما فيهاش اي نوع من الايمان. قال لهم يوم الخمس خبزات كم قفة شلتم؟ 12. يوم السبع خبزات كم قفة سل حملتم؟ 7. قال لهم حتى الآن لا تفهمون؟ أحتى الآن لا تشعرون؟ أحتى الآن قلوبكم غليظة؟ إلى متى أحتملكم؟ إيه ده؟ ده كلام ربنا يسوع طيب جد اللي بيدلع فيهم قد كده، لكن هنا وهو بيعمل كده ما كانش عصبي، فمين الفرق؟ يعني هو لقى ان الموقف يحتاج كلمات عتاب في الوقت ده. في وقت تاني مثلا واحد منهم يضعف تلاقيه يطبطب عليه. اذا هو مش بيتحرك بري اكشنز، نو، هو بيتحرك اولويز كنترولينج هيز اكشن. فبيشوف الموقف يحتاج ايه، ارد بهدوء نرد بهدوء، الموقف ده يحتاج نرد كلمه شديده شويه نرد كده، الموقف ده يحتاج نسكت نسكت. هو ده اللي ربنا عاوزنا نتعلمه منه. ولما قال القديس بولس ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا، حط كلمة تعفف. تعفف في اليوناني أقرب لكلمة سيلف كنترول. كلمة تعفف اللي هي واحدة من التسعة اللي تدل أنك حياتك روحية، اللي حياته روحية فيها ثمر الروح معناه هي كان كنترول هيم سيلف. ان الموضوع مش ايه ما انا اتعصبت فزعقت فشتمت فضربت، لا لا لا، كده تبقى انت شخص غير روحاني. طب تفرق عن واحد تاني ما يعرفش ربنا؟ تتضايق من ولادك؟ ايوه اتضايق، فكر تفوت المره دي كويس، تشد المره دي ماشي، تقعد تاني تتفق معاهم كويس، المهم تبقى عامل كنترول. والكنترول ده في جزء روحاني وفي جزء عقلاني، يعني الروح القدس بيسوقك لما تصلي كويس تعرف تعمل كنترول على كل حاجة، على نظراتك وعلى لسانك وعلى حتى أفكارك. من أصعب الأمور how to control your mind. المايند سيت ده شغلة أغلبكم وأنا معاكم بنعاني من مخي مش عارف أوقفه، قلقان زيادة، أو مخي متغاظ من شخص، أو مخي عمال يتملي إدانة، أو مخي بيسيء الظن، أو مخي مليان شكوك. هنا train yourself إنك تعمل mind control، لأنه ده بينعكس على طول على وشك ولسانك وموقفك. أرجع للتربية، التربية تحتاج إلى ضبط النفس. ولما كل ما أب يبقى ضابط نفسه عياله بيطلعوا فاهمين الضوابط، عارفين يعني إيه في rules في صح في غلط، وعارفين انه انا حتى لو نفسي في حاجة اقدر اقول لنفسي لا، لان بابا بيعرف يقول لنفسه لا، ماما بتعرف تقول لا لنفسها قبل ما بتقول لي انا لا. مو اسهل حاجة انك تقول لواحد اقل منك نو، بس الاصعب انك تقول لنفسك نو، هي دي الاصعب. انك تمنع نفسك عن اكل حلوة وانت صايم، انك تمنع نفسك عن الانفجار وانت متضايق، كويس يبقى انت كده ماشي صح. الطفل اللي طالع في بيت متوازن بقى في نوع من ضبط النفس المتبادل بين الأب والأم، تأكدوا انه بيعمل كنترول على نفسه بسهولة من غير ما حد يعلمه كتير، تطلع نفسيته سوية لانه اتعود انه مفيش الرعب من حد ومفيش الاستهتار. لان في بعض الاباء كمان الاكستريم التاني بقى مش عاوز يزعق فسايب الدنيا تسيب خالص، بقولت ايه ما انا عندي ضغط، لا ما هو برضو غلط. انت في وقت لازم تفكر انك تشد، في وقت تشد وترخي زي ما ربنا بيعمل معانا، بيربينا يطبطب شوية ويشد شوية.